أكد لاهور شيختشينكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني إصابته بفيروس كورونا. وقال لاهور شيختشينكي في مقطع مصور نشره على حسابه الشخصي في موقع الفيسبوك أنه سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين، مشيرا إلى أنه حين انتشار الفيروس كان وفريقه يقومان بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية للمواطنين.